على حضراتكم، اهلا بيكم في حلقتكم لينا. برنامج أمنية مصرية بيحاول دايما انه يناقش كل مواضيع المجتمع، سواء اقتصادية سواء سياسية سواء اجتماعية، كل موضوع يهم المجتمع المصري احنا بنحاول نناقشه ونحقق الأمنيات المصرية. في موضوع بيهم المجتمع المصري ككل، ان مصر بدأت بالفعل مسار اصلاح اقتصادي ولكنه في منتهى القسوة. ما أنجحه تحمل الشعب المصري لأسعار السلع التي تضاعفت، وخاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وأن المصريين تفهموا أهمية إنجاح الإصلاح الاقتصادي عشان يتجاوزوا عقبات ظلت سنوات طويلة. مصر كانت مهددة بالإفلاس منذ 3 سنوات. لابد أن تتحرك الكثير من الدول في نفس المسار اللي اتحركت فيه مصر، ولن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون شعبها وتحمله هذا الإصلاح. ده حقيقة، بس ده مش كلامي أنا، ده كلام قاله السيد الرئيس خلال لقائه مع قادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني وذلك الخرطوم. أضاف إن الدولة المصرية كانت مهددة من 3 سنوات بالدخول في حالة إفلاس، وكان سعر الدولار ممكن يوصل ل 200 و300 جنيه. هنتناول بقى النهاردة في حلقتنا تداعيات الأزمة الاقتصادية على زيادة معدلات الجريمة. عندنا أزمة اقتصادية، عندنا أزمة اقتصادية، إحنا كشعب متفهمينها، جزء كبير جدا من الشعب متفهمها، لكن احنا نتمنى كمان ان السادة المتخصصين في علم الاجتماع والجريمة يقدموا للجهات المسؤولة في الدولة دراساتهم وابحاثهم في هذا المجال عشان يبقى عندهم صورة واضحة وعلمية لما يحدث في المجتمع، وما هي الوسائل والسياسات اللي يجب اتباعها لتجنيب المجتمع من شر انتشار الجرائم المختلفة. ايوة، في جرائم مختلفة ممكن تترتب على وجود أزمات. البطالة دي ناتجة عن أزمات اقتصادية طبعا، كمان زيادة في أسعار المواد والخامات، كل ده على أسعار السلع، فده بيعني انتقال طبقات المجتمع من مستواها لمستوى أقل. فطبعا في ناس متفهمة ده، وأعتقد أن الغالبية متفهمة ده، بس في ناس بيسيبها شعور بالإحباط، بعدم أمان وعدم رضا، فبيلجأ إنه يتحجج بهذا للتنفيس عن غضبه، يا إما برفض الواقع إنه يتعامل معاه بالصورة الجديدة، أو بطرق غير مشروعة زي إنه يدمن أي حاجة. مش شرط على فكرة الإدمان كله مخدرات، الانحراف الإخلاقي إدمان، الرشوة إدمان، التسول في الشوارع إدمان، التربح من الوظيفة، النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الكسب السريع. أدينا بنسمع عن حوادث الاستيلاء على ملايين من على فلوس ملايين من ناس أبرياء بدعوى تشغيلها في تجارة معينة مقابل عائد شهري بيلتزم معاهم فيه 2 أو 3 شهور، وفجأة فص ملح وداب وهرب المستريح مرة في القليوبية، ومرة مستريح تاني في الشرقية، ومرة تالتة في الصعيد، والناس ما بتتعلمش. طبعا ده كله نتاج للأزمات الاقتصادية اللي بتخلي الناس بتدور على أي مخرج، فممكن المخرج ده يكون فرصة للنصابين إنهم يستغلوا الموقف ويدعبوا أحلام البسطاء في الربح السريع ويستولوا على مدخراته. هنناقش الليلة مع ضيفنا اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق والمستشار الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أثر الأزمة الاقتصادية على المجتمع، وهل هناك علاقة طردية بين الاقتصاد والجريمة، ولا هي علاقة عكسية؟ فطبيعي احنا محتاجين نقعد نتكلم معاهم،
ونشوف هل تنوعت الجرائم وهل احنا ازاي نقدر نتعامل مع هذا الموقف في ظروفنا. في الفقرة الثانية من حلقتنا زي ما تعودنا في برنامج أمنية مصرية ان احنا بنرصد التغيرات اللي بتطرق على المجتمع وبنحاول نوضحها، مش شرط كجرس انذار، يمكن عشان المجتمع يتقبلها. واحنا بنقول للمجتمع كله خدوا بالكم في ظاهرة فلانية بتنتشر بسرعة، وهيتبقى بعد كده ان احنا نفكر هل ده طبيعي ولا لا. احنا عملنا حلقات كتير قوي ناقشنا فيها ارتفاع نسب الطلاق في مصر، حذرنا من نتائجه وقد ايه نتيجته سلبية على تماسك نسيج الوطن، وان ده هينتج لنا اجيال مصابة بامراض نفسية. وكمان طرحنا ارتفاع تكاليف الزواج من مهر وشبكة ومطبخ، وقلنا ان هذا الاتجاه من اهالي العروسين والسباق اللي بيحصل بين الاهالي في زيادة تكاليف الافراح بيصيب المجتمع بضرر كبير وبيصيبهم بعزوف كثير من الشباب عن الزواج. النهارده هيكون معانا دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. هنناقش معاه موضوع بقى شوية جديد. هنناقش موضوع حبيبي أصغر مني. هو ينفع يبقى حبيبك أصغر منك؟ ولو ينفع حبيبي أصغر منك بقد إيه؟ يعني بسنتين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ ولا ممكن يبقى عندك 40 و50 سنة وخلفة أولاد في سن الجامعة وحبيبك يبقى في الثلاثينات؟ هل ده طبيعي؟ هنناقش هل الجواز ده مقبول اجتماعيا؟ وعلى فكرة مش شرط اللي يجي ببالكم أول حاجة إنه متجوزها عشان فلوسها، ده كلام مش حقيقي، لأن في كتير جدا علاقات بيبقوا الشباب دول موظفين في وظائف مرموقة وكويسين ومش محتاجين حد يصرف عليهم، بس هو بيلاقي في الزوجة اللي أكبر منه ربما حاجة مفتقدها، ربما حنان أم، ربما زوجة أسهل، زوجة أسهل بكتير جدا من العك اللي احنا عاملينه عشان خاطر الشباب تتجوز، ربما مخها كبير فهي مش قاعدة واقفاله على الوحدة ومش قاعدة تعامله زي العيلة الصغيرة وتعمل له مشاكل. وكمان في نقطة مهمة، اللي عندها النهاردة 40 و50 سنة ما بقتش شبه الستات بتوع الأفلام زمان، لا لا، دي واخدة بالها من نفسها وممكن يكون شكلها تبدو كمان في الثلاثينات. طيب الوضع ده صح؟ ولو صح احنا مش قابلينه ليه؟ ولو غلط بيحصل ليه؟ احنا دلوقتي هنطلع فاصل، بس هنشوف الاول في الفاصل ده موضوع هو أمنية وتحققت. هو تقرير تم عرضه عن قرية جبل الزلط واللي كانت بتعاني من الإهمال ونقص الخدمات. وبالفعل بعد عرض التقرير تم حل جزء كبير جدا من مشاكل القرية، وكاميرا أمنية مصرية كانت هناك عشان ترصد حل المشاكل بالفعل. أنا هخلي حضراتكم تشوفوا التقرير وهرجع لكم تاني، ابقوا معنا. عندنا